إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة القوى العاملة تقدم القوى العاملة. القوى العاملة. القوى العاملة. العمل إن العمل محقق أهل الأمل. والتعمل إن العمل محقق أهل الأمل. القوى العاملة. العامل. القوى العاملة. الإشراف دائرة الإعلام بوزارة القوى العاملة. إعداد مقبولة بنت سعيد الغابشية. تقديم بدر بن علي الشيباني. القوى العاملة. للمخرج يوسف بن حبيب إبراهيم. القوى العاملة. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع مع برنامج القوى العاملة. جهود المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة في التوظيف. مستمعين الأعزاء، استطاعت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الجهات المعنية توفير 25,000 فرصة للقوى العاملة الوطنية في توفير وظائف ل 18,344 مواطنا من الباحثين بمختلف مناطق ومحافظات السلطنة، وتستمر الجهود للوصول إلى 25,000 فرصة حتى نهاية شهر مايو من العام الجاري. وتشهد محافظة شمال الباطنة طفرة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، وتتعدد المشاريع الإنشائية والتطويرية فيها من جسور وأنفاق وإنشاء مطار صحار وأعمال التوسعة في مصفاة صحار، وأيضا أعمال التوسعة في منطقة صحار الصناعية وغيرها العديد والكثير من المشاريع. هذه المشاريع التنموية والإنشائية أسهمت بشكل كبير في احتضان العديد من القوى العاملة الوطنية الباحثة عن عمل، وإيجاد فرص عمل واعدة لهم في مختلف المجالات والتخصصات كالتخصصات الهندسية والفنية والإدارية، بالإضافة إلى فرص العمل الأخرى. وفي هذا الإطار قامت المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة بجهود مميزة وكبيرة في توفير فرص العمل المناسبة للباحثين عن عمل جنبا إلى جنب، مع وجود هذه المشاريع ومع هذه النهضة التنموية الشاملة في مختلف القطاعات. مستمعينا الأعزاء، حول هذا الموضوع نستضيف معنا اليوم الفاضل عيسى بن عبد الله البلوشي، المدير المساعد لدائرة التشغيل والتوجيه بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة. أخي عيسى، أهلا وسهلا بك مع المستمعين في برنامج القوى العاملة. أهلا وسهلا أخي بدر، كيف حالكم؟ طيبين؟ الحمد لله، يسعد حالك. أمسي عليك وعلى الأخوة المستمعين الكرام. بارك الله فيك، وإحنا سعيدين بوجودك معنا، ونتساءل عن جهود المديرية في توفير فرص العمل للمواطنين الباحثين عن عمل. والله أرحب بكم وبالمستمعين الكرام، ونشكركم على إتاحة هذه الفرصة للتوضيح بدور المديرية العامة للقوى العاملة لمحافظة شمال الباطنة في مجال توفير فرص العمل للباحثين عن عمل. وجهود المديرية، يعني تقوم المديرية حاليا محافظة شمال الباطنة ممثلة في دائرة التشغيل والتوجيه بجهود حثيثة ومتواصلة في توفير فرص العمل. طبعا أخي بدر، ذلك من خلال فريق عمل برئاسة الفاضل المدير العام، حيث تم تشكيل 4 لجان عمل من هذا الفريق. اللجنة الأولى وهي معنية بتوفير فرص العمل، وذلك من خلال متابعة المنشآت من حيث تحقيق نسب التعميل المقررة. طبعا أخي بدر، كل نشاط من هذه الأنشطة في المنشأة يحاسب كلا على حدة من حيث نسب التعميم، وليس النسبة الإجمالية للمنشأة فقط. هذا الأمر يستدعي الكثير من التمحيص والتركيز لكي تكون الوظائف الشاغرة يعني متنوعة من حيث الوظائف الإدارية والإشرافية والفنية ومهن الخدمات كذلك. نعم.
اللجنة الثانية يكون طبيعة عملها هو ترشيح الباحث عن عمل في هذه الوظائف الشاغرة، كلهم في تخصصه أو التخصص الأقرب، بشرط يعني ما يكون في اختلاف جوهري في الوظيفة. بعد ذلك يأتي عمل اللجنة الثالثة وهو إجراء المقابلات والتنسيق مع المنشآت من حيث موعد ومكان إجراء المقابلات وتوفير القاعات وغيرها من التجهيزات اللازمة في هذا الخصوص، وإعلام الباحث عن عمل بموعد ومكان إجراء المقابلة، وذلك عبر الرسائل النصية أو الاتصال مباشرة. نعم. تتم المقابلة بحضور ممثل من المنشأة، يكون بشرط أن يكون صاحب قرار لكي تتم عملية التوظيف بشكل منسق ومتكامل مع جميع الأطراف. في الأخير وتأتي عمل اللجنة الرابعة والأخيرة، وهي التي بدورها تتابع قوائم المقبولين في تلك المنشآت ومتابعة إبرام عقود العمل وتطبيقها. نعم. العلم أن كل لجنة في يعني ترفع تقرير بشكل أسبوعي لرئيس اللجنة بخصوص المواضيع المتعلقة السابقة. نعم. طيب، ما هو تقييمكم لفرص العمل اللي تقدمها الشركات وأيضا مدى مواءمتها مع التخصصات للباحثين عن عمل؟ أخي بدر، كما تعلم أن المديرية تشرف على المنشآت العاملة في ميناء صحار ومنطقة صحار الصناعية والمنطقة الحرة بسحار، وكذلك تشرف المديرية على المنشآت العاملة في المجال السياحي وأنشطة البيع والتوزيع، وتشرف على المنشآت العاملة كذلك في مجال البنية التحتية وعلى المشاريع ذات الصلة بالمقاولات المدنية والكهربائية والميكانيكية. فشيء طبيعي أن الفرص الوظيفية الشاغرة راح تكون متنوعة بتنوع الأنشطة الاقتصادية. للعلم أن تلك المشاريع تنتج منها يعني فرص وظيفية شاغرة أكثر التخصصات اللي هي يعني النصيب الأوفر التخصصات الهندسية. نعم صحيح. بما فيها الهندسة الكهربائية والهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية وهندسة الأجهزة الدقيقة والسلامة والصحة المهنية. وهذا بطبيعة الحال هو رجع إلى مبدأ العرض والطلب أخي بدر. صحيح. يعني أيضا ممكن الواحد يتساءل عن مدى تعاون هذه المؤسسات والشركات من القطاع الخاص مع هذه الجهود التي تبذلها وزارة القوى العاملة. والله ما لمسنا يعني في المنشآت القطاع الخاص في الفترة الأخيرة، في الفترة يعني المنصرمة الأخيرة، وفي المنشآت العاملة في ميناء صحار والمنطقة الصناعية والمنطقة الحرة، وتعاون إيجابي يعني وملموس في حقيقة الأمر في توفير فرص وظيفية للقوى العاملة الوطنية لهذه المخرجات في مختلف التخصصات، يعني في الوظائف الفنية والإشرافية والإدارية. طبعا المديرية تقوم باستدعاء أصحاب القرار في تلك المنشآت للوقوف على آخر التطورات الراهنة في مجال سوق العمل، وآخر ما لمسنا يعني تعاونهم يعني تعاون ملموس وطيب في هذا المجال. أود الإشادة يعني بالشركات الموجودة في المحافظة التي ساهمت وبادرت في توظيف أبنائنا الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات، والتي كانت مبادرة يعني في توفير فرص وظيفية للباحثين عمل. وإن دل هذا الأمر دل على شيء، فإنما يدل على إدراكهم للواجب الوطني الذي يقع على عاتقهم في اتجاه هذا الوطن المعطاء واتجاه أبنائه الأوفياء. طبعا أيضا معك أن نوجه لهم التحية، ونتمنى إن شاء الله تستمر هذه المنظومة بشكلها الصحيح بإذن الله سبحانه وتعالى. إقبال الباحثين أيضا عن عمل على هذه الفرص المعروضة؟ والله إقبال كبير أخي بدر، عندنا في محافظة شمال الباطنة يعني إقبال كبير من باحثين عمل للانخراط في سوق العمل، ورغبة منهم بالمساهمة في بناء هذا الوطن. وما شاهدناه جليا يعني أثناء إجراء المقابلات في مراكز التشغيل، مركز التشغيل بالمديرية، أو من خلال المقابلات التوظيف في مقر الشركات، في حقيقة الأمر يعني أصبح القطاع الخاص بيئة جاذبة للباحثين عمل لما وفره من مزايا وتطوير لقدرات العاملين فيه. طيب، ممكن أيضا أخي عيسى نتكلم عن أهم التحديات اللي تواجهكم مع الباحثين عن عمل؟ والله بعض يعني التحديات هي تكون أكثر شيء في المهن الفنية، لأن هذه المهن الفنية تتطلب فيها خبرة، فأغلب الباحثين عن عمل يعني ما عدم وجود خبرة في التخصصات الفنية. نعم. وكذلك موضوع يعني الراتب بالنسبة لأصحاب المؤهلات الجامعية عزوفهم من ناحية الراتب. نعم. وبعض الباحثين يرغبون العمل يعني بالقرب من مكان سكنهم. وفي أمل الباحثين يعني يهمل موضوع التدريب وتنمية قدراته العلمية والعملية بحيث يكتفي بالشهادة التعليمية، وهذا يعني يتخالف مع شروط بعض الوظائف واستحقاقات بعض الوظائف. صحيح. خلينا نختتم أيضا بمعرفة دور المديرية في متابعة القوى العاملة الوطنية مع توقيع العقود ومباشرة عملهم أيضا، هذه مرحلة مهمة جدا تراها.
بخصوص العقود العمل، عقود العمل تم تشكيل فريق عمل، وفريق عمل هذا يكون ما بعد إجراء المقابلات، وهو معني بحقيقة الأمر متابعة عقود العمل وقوائم المقبولين وتصديق العقود حتى مباشرة الباحثين عن عمل عملهم في المنشأة. لأن هناك متابعة دقيقة طبعا، لأن العملية في الأخير هي عملية تنسيقية أو حلقة من تكون حلقات متكاملة تبدأ يعني بتوفير الفرصة، وكذلك إجراء المقابلة، ترشيح الباحث، بعد ذلك إجراء المقابلة، بعد ذلك يأتي المرحلة النهائية وهي المرحلة الأهم، وهي مرحلة توفير إبرام العقود العمل وإعداد قوائم المقبولين. نعم. فهي كلها حلقات متناسقة، في الأخير هي الناتج أن تكون توفير فرصة عمل يعني متوائمة مع الباحث عن عمل. نعم. وطبعا احنا في نهاية هذا اللقاء نهيب بشبابنا انهم هم يستغلوا كل فرصة عمل من اجل هذا الوطن، ومن اجل ايضا الحياة النبيلة، الحياة السعيدة التي فيها عطاء وفيها مشاركة مع المجتمع. شكرا اخي الفاضل عيسى بن عبد الله بن مصبح البلوشي، المدير المساعد لدائرة التشغيل والتوجيه بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة، ونتمنى لكم كل التوفيق. بإذن الله. اشكرك اخي بدر جزيل الشكر، وجزاكم الله خير. احسنت. القوى العاملة. لطرح ما يهمكم من مواضيع في حلقاتنا القادمة، تواصلوا معنا على الرقم 8077000. 8077000. أو إرسالها على البريد الإلكتروني لدائرة الإعلام media@mainpower.gov.om. القوى العاملة. القوى العاملة. هكذا مستمعين الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة لهذا الأسبوع من برنامج القوى العاملة، وهذه تحيات معد هذه الحلقة طلال بن عبد الله المعمري، وتحيات فريق العمل. نلتقي على خير الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القوى العاملة. القوى العاملة. مع تحيات بدر بن علي الشيباني ويوسف بن حبيب إبراهيم. القوى العاملة.